فندم السيد قاسم علي مدير مكتبة الطب للشباب فوق. نتمنى من المزيد لتدريب كوادر ورشة تدريب للأخوة الموظفين بخصوص الثقافة. بدأت تكون قناة السويس خطأ لقد 3 مرات أمام الملاحة، كان أولها إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1982. إن شاء الله فيه إن شاء الله الاحتفال ورشة إن شاء الله فرقة آلات شعبية للاهتمام بعيد اليتيم، ورشة فن تشكيل للفنان التشكيل الأستاذ عمر السعدي والأستاذ محمد يونس، وإن شاء الله نطلب المزيد إن شاء الله. وباسم من أقول للعالم كله أننا نفتح قناتنا شريانا للرخاء، شريانا للسلام، شريانا للمحبة لا تفرقة ولا أي عوائل.